السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم مقطع تحديات أسئلة فورتنايت أو تحديات ألغاز فورتنايت من زمان عنها مرة، فحاولت أجمع أفضل المقاطع أو أفضل أجزاء من ألغاز فورتنايت. فقبل ما يبدأ المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة إذا كنتم مشتركين. المقطع هذا راح يكون فيه ثلاث أشياء، أوكي؟ إنك تعرف سكن من صوت رقصته، مثلا مارشميلو يعطيك نغمة مارشميلو، راح تعرف سكن بدون أي صورة، بس تختار الشخصيات من على اليسار، على اليمين مجرد أغنية تشتغل أو رقصة تشتغل. في تحديات ثانية راح تشوفونها في المقطع، فنبغى دعمكم الرهيب على هذا المقطع إذا تبون نستمر في هذه السلسلة. خلونا نبدأ. أوكي، عندنا أول تحدي الحين. يقول لك توقع سكن في 7 ثواني من رقصته، اوكي؟ نفس ما قلت لكم قبل شوي. وات؟ 4؟ اوه، هذا سكن جديد. اوكي. هذا معروف جدا اللي هو رقم 4، بس ما في العداد هذا حق الثواني، كيف اعرف يعني؟ يعني يمكن اغلط كثير او يمكن اجاوب كثير مبكر، اوكي؟ اوكي، رقم 3. انا بجاوب مبكر لانه ما في اي شيء يبين. اوكي، عرفت ايش اللي يبين. الدائره نفسها اللي على اليمين تبين لك عداد المؤقت. اوكي، عرفت سكن واضح جدا اللي هو رقم 7. حلينا، حلو. شوف اللي بعده. رقم 9. ما ادري شلون جبتها. اوكي، عرفت سكن رقم 5. يس. والله عرفتها من الميو هذه. اللي ما يعرفه ذا يويل. يعني رقم 2 روف سكوت. بسكت يعني. لان متى ما لا تدري. ستة؟ من متى هذه كذا؟ والله أول مرة أدري عنها. ثلاثة؟ والله إني ناسي. أعرف صوت الرقصة بس ما أدري وش الرقصة أصلاً. أوكي؟ رقم 3. أوفا، رقم 5 صارت. توني أدري إنها له بالضبط. والله ما أدري ليش حاطها في بالي. هلا، والله ذي جامدة. هذه رقم 9. هذه الرقصة ما تطلع إلا إذا اخترت هذا سكن، ولازم تشتري سكن أصلا. رهيبة 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 الرقصة. والله ما أدري، بس أتوقع 8. وندري عند الرقصة أول مرة أسمعها. أوكي، سبعة. إيش فيه؟ والله جاوبنا غلط كثير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. 7 هو أقرب شيء للجنية. ما في غيره، مع إني ما عرفت إلا من الوجه الأخضر بس. 8. والله هي رقصات غريبة يا عيال. طيب خلصنا من الجزء الأول، الحين نروح على الجزء الثاني. أوكي، يقول guess what dance is the music that sound before 10 seconds. عندنا 10 ثواني نتوقع. رقم 3. والله توقعت عليكم رايت بعد. شكلي توقعته. أربعة. والله إني جبتها في آخر لحظة أتوقع، أو إني جبتها في اللحظة نفسها اللي افتهمت فيها، بس إنها 4. أوكي، عرفتها. 1 بنش أوف ذا فوكس، شيء زي كذا. والله لعبت بالكلمات بس إني أعرف دقة حقت الأغنية. رقم 3 حقت وكمان. ذي زي ما توقعت. والله رهيب ذا.
رقم 2 هذه ريكس تريفريكس هذا معروف هذه اوه حق ذا ويكند 4 والله جاب ذا الاغنية يا اخي اوكي عرفته على طول من حركة اليد بس اللي هو رقم 2 ان شاء الله يعني صح كلها غادي كوبرايت والله يعين المقطع ذا لا يجي كوبرايت بس هذه كنها رقم 1 حقت نينجا طح علينا مع ان الاغنية ملعوب فيها لعب مو طبيعي استوقعت ما ادري شلون عرفت 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 لا لا في تقدم رقم 3 في تقدم عن الجزء الاول اللي صار يعني والله الجزء الاول كان سيء جدا اثنين ما اعرف الرقصة ترى بس توقعت والله اوكي عرفت الرقصة اللي هي رقم 4 والله اني بغيت اختار 2 ما ادري ليش ما ادري ليش بغيت اختار 2 حق دول هيبة رقم 1 متى نزلوها ذي والله رهيبة توني ادري ان الرقصة هذه نازلة في الايس شوب متى نزلت والله العظيم توني ادري انها نازلة متى نزلت طيب يا اخي ابغى اشتريها اتوقع ما غلطنا الا غلط واحد او يمكن ما غلطنا حقت الاغاني ذي خبرة بس الله يعين من الجاي يعني الجاي راح يكون تتوقع سكن من الايموت حقه نشوف يقول اتوقع هذا سكن من هذا الشيء اللي على اليمين اثنين ايوه العيد بدايتها نقول رقم 9 اقرب شيء يعني نفس الشكل نفس كل شيء اوكي بوما البوما رقم 2 الله عليه الله عليه جبته لحظة اوكي هذا معضلة واضح اوكي والله في 2 رقم 3 لا والله رقم 8 كنت بختار 3 او 5 هذا غالبا انه 9 لا والله 5 اهلا بالعيد اهلا بالعيد والله يا غلاط الى بكره شكله بس هذا واضح جدا اللي هو رقم 7 واضح عشان يد القطوه هذه او يد البسه طيب هذه العين نقول 3 والله ما ادري جاوبنا في الوقت المحدد ولا لا بس اوكي سيفين 6 والله ما في اي سكن يبين الا هو لا لا تكفى 8 حلو ثالث غلط اتوقع هذا ايش هذا نقول 9 والله 8 اي والله 8 صح توني افكر اوكي هذا واضح جدا اللي هو رقم 2 المشكله الوقت هنا جدا سريع جدا جدا سريع اعطيك 20 سكن على 20 يموت هذا اللي هو رقم 7 اتوقع يب اللي فيه العلامه هذه على التيشيرت وهذه نقول رقم 3 صح علينا حلو ماشي صح لين الحين اوكي رقم 8 خلينا نقول 8 لا والله 5 يا القهر لا يا القهر اي بلس اي بلس اوكي هذه واضحه جدا اللي هو رقم 4 صح علينا الله عليه هذه ايش هذه 6 لا والله 9 انا ما ادري شلون 9 بس اوكي ما اعرف سكنات نمبر 1 8 انت تحسب صح ولا لا مع اني ما اول مره اشوف سكن ترى اوكي هذه واضحه جدا عاد واضحة جدا اللي هي رقم 1 اوكي هذا سكن الضخم ذا اوكي هذا القرش او الصاروخ نقدر نقول 1 لا والله صار 4 قهر غلط كثير اقسم بالله
طيب خلينا نقول 2. والله غلط كثير. عموما بس كمقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم للامانه، تحديات رهيبه اول مره، يعني احس اني غلطت كثير مره. اوكي الجزء الثاني كان افضل شيء اللي ما غلطت فيه، يمكن غلطت فيه غلط واحد او يمكن ما غلطت فيه ابد، لكن الباقيات كلها غلطت فيها. فيعطيكم العافيه على المشاهده، واذا عجبكم المقطع لا تكسرون باللايك واشتركوا في القناه، خلونا نص المليون في اقرب وقت، ادري انها بعيده بس باذن الله تكون قريبه مع دعمكم. العافيه على المشاهده، اشوفكم على خير، السلام عليكم.